وبخصوص الأزمة التي تعرفها العلاقات الجزائرية المغربية، قال ولد قبلية إنها ليست وليدة اليوم، وإنما بدأت سنة 1957 بسبب الطموحات التوسعية بشأن الصحراء الغربية المحتلة. أما المخزن، بدأت المشاكل مع المغرب في 57، كلها مبنية على طموحات ترابية. علال الفاسي هو اللي يطلق الأول النار على الثورة الجزائرية، قال احنا نعاونكم بشرط تسلمونا. دار خطاب كبير في إيموزار، ولحق واحد آخر خطاب آخر في فيقيك 57، قال إذا كان الجزائر يحبوا باش نعاونوهم، أقل ما يعملوا هو يرجعوا لنا الأراضي، يسمحوا لنا ناخذوا الأراضي نتاعنا المغصوبة. حسن الثاني كان حقود يعني ضد الثورة الجزائرية وضد القادة الجزائريين، واعتبر باللي ما عاوناش في قضية اللي ماهيش قضية عادلة، قضية الصحراء الغربية.